يا اختي صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عشان انا مستعجل بديش اتاخر كثير. بتعرفي يا اختي احنا الله يرحم روحك يابا تركتنا شويه ارض يا اختي صغيره هيك، وزي ما بقول هوها اللي خلفه ابوك لك ولاخوك. فيا اختي انا اليوم جاي عشان يا اختي ابر زمتي واطلع خطتك من رقبتي واعطيك حصتك يا اختي، لانه والله الارض اليوم هذه بتزيد قيمه، بتجيبش مصاري كثير يا اختي. وبصراحه يا اختي هذول 1000 دينار يا اختي. انا بديش مصاري، انا بدي ارض، والارض هي من ريحه ابوي. الله يسعدك يا اختي، الله يرجور بخاطرك برضاي عليكي. خذي هذول القرشانات حلال زلال، بلاش نخسر بعضينا ونزعل من بعضينا يا اختي، لانه اقول لك اياها بصراحه اذا بكيش اسمع الكلام تاخديهم ونقفل على الموضوع عدم مؤاخذه، لا انت اختي ولا بعرفك من هون بقول لك اياها. لا 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 يا اختي بديش هيك تزعل منه، الله لا يحرمني منه، كله ولا زعل، يلي بدك اياه بصير، اذا بدك الارض خذها. بس عندي طلب واحد. طلب شو يا اختي؟ بدي شويه تراب من ارض ابوي يضل عندي ذكرى. اي على عيني تنتين، ولا يهمك يا اختي. غالي والطلب رخيص، بكره ان شاء الله بعد صلاه العصير باجي عليك وباخذك وبننزل انا وياك على الارض وبنا اعبي لك احلى ترابات من الارض، حياك الله يا اختي ولا يهمك. يا رب يا انزل يا اختي انزل يا رب. هاي احنا جينا يا اختي بدي اعبي لك هاي كيس. ايوه هاي كيس بدي اعبي لك اياه يا اختي، فل هذا الكيس تراب. ماشي يا اختي. لا بدي اعطيك هذا الكيس تعبي لي اياه يضل ذكرى من ابي. هذا بدك تتحملي يا اختي، بدي اعبيه يضل ذكرى من ابي. يا بنت الحلال بكفيك يا دور، بدك فيه كله؟ بدك تتحملني، بدي اياه ذكرى. يلا يا اختي شو اقول لك، امرنا على الله. يلا يا اختي خليه ذكرى من ابوك، خليه ذكرى من ابوك. الله يرحم روحك يا ابا، الله يرحم روحك يا ابا يا حبيبي. اظن يا اختي هيك ولا حته نقدر نحطيه ولا حبه اكثر من هيك، خلص عبس. الله يعطيك العافيه يا اخي، خلص سلم ايديك بكفي لحد هون. بقلبك يا اختي الله يرضى عليك كثير، هذا بتقدم عليكي بس بتحطي لك معي الله يسعدك. خلينا نقول على السياره. انا ما بقدر احمل معك يا اخي. لا يا بنت الحلال، اوعي يا اختي شو بحمله هذا، والله يمكن فيه بيجي 60 70 كيلو، هذا شو بحمله يا اختي، بقدرش احمله لحالي. بينك الله يحمله، تقدر تحمله. واكيد بتمزحي يا اختي، صدق هذا صرت حامل على ظهري من هون للسياره الى ظهري ينفتح. يا بنت الحلال بقول لك في يا اختي، بقول لك في يا اختي، الله يسامحك. الله ايدك معي. مش قادر تحملهم يا اخوي؟ طيب الله يسامحك اذا 70 كيلو مش قادر تحملهم على ظهرك. طيب كيف يا اخوي بدك تقدر تحمل 9 دولم ارض يوم القيامه على ظهرك؟ ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. تقدر يا أخوي؟ تقدر يا أخوي؟ بس بس يا اختي مشان الله بس ابوس ايدك بس يا اختي، والله ما بقدر 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 يا اختي، ما بقدرش يا اختي احمد، والله يا اختي ما بقدر، ما بقدرش يا اختي، والله ما بقدر يا اختي، والله ما بقدر. مشان الله بس يا اختي، مشان الله بس يا اختي، والله ما بقدر انا، ما بقدرش يا اختي. سامحيني يا اختي، ابو سيدك انت، سامحيني يا اختي، سامحيني يا اختي، سامحيني. بالفعل يا اختي الله يكون بعون كل بني ادم بيحمل على ظهره في الدنيا. انا يا اختي غلطان يا اختي، انا عزمت غلط يا اختي. الدنيا الدنيا والطبع على قلبي،
وحنا على عيوني نسيت تاخذ انه في موت، نسيت تاخذ انه من الروح وتضل الارض. انا اخت طلعت، انا طلعت اخت من الدنيا، ولا اخت ما بقدر احملهم، بقدرش اخت احملها، ولا اخت ما بقدر. بالفعل يا اختي كيس صغير بقدر ارفعه، والله يكون بعون كل بني ادم يا اختي بيحمل على ظهره في هذه الدنيا. كل بني ادم بياكل حقوق الناس وبيظلم الناس، الله يكون له معيد. بس كيف بده يقدر يا اختي يحمل على ظهره ويحمل وزره على ظهره يوم القيامة؟ انا يا اختي ما بقدرش، انا غلطان يا اختي. سامعيني يا اختي، سامعيني ان شاء الله، سامعيني يا اختي ان شاء الله، سامعيني.